حد ليشوق في حاجة؟ ايه؟ معلم اللي تتسرق منه فرخته بعد التمرين يعمل ايه يا معلم؟ الجرأة حلوة يا ابني، الجرأة حلوة مفيش كلام يا سمعة، بس الدخلة اللي انت داخلها بتاعت السيما دي عدم لا مؤاخذة يعني دخلت اضرب بروتين كتير بعد التمرين، اللي هو قبل التمرين مزايا وبعد التمرين فرخاية. لا مؤاخذة، هو طالما كده مش هبلك وكده مش هبلك، يبقى عليا وعلى أعدائي بقى. ولا إيه يا معلم؟ بص لي كده ولا إيه يا معلم؟ يا ابني اكل البروتين بالاصول، وانت عدم ولا مؤاخذه دخلت السيما اللي انت عملتها لنا دي لا هوبت من الاصول ولا في الصحه خالص. وبعدين ايه القلش اللي انت عامله ده؟ انت عامل دي زبيبه حبيبي مش حسنه، انت كده شبه حسن الاسمر مش السقه. معلم انا عايز ابلك وعاير الواد عشري، شايف بيبص لي ازاي يا معلم؟ شايف؟ بص، والاتنين اللي هناك دول يا معلم، شايف؟ شايف جوز الخيل اللي هناك دول يا معلم؟ الرجاله دي مش تمام يا معلم، اضرب يا اضرب. تعال نحسبها سوا، لو عندك فرخاية أنا الأوان إنها تتذبح وتاكلها وتاخد البروتين اللي فيها، تاكلها كلها على بعض ولا تحسب بروتينها الأول؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم دكتور اسماعيل صيدلي واخصائي تغذيه. ان شاء الله النهارده هنتعلم نحسب سوا جرامات البروتين. قلنا في الحلقه اللي فاتت بتاع ازاي تعمل دايت لنفسك ان هو في طريقه بلدي لحساب البروتين وفي طريقه مور بيرسوناليزد ومور ديفلوبد شويه. الطريقه البلدي بتاعت حساب البروتين ازاي بضرب وزني في رقم ثابت، لو ذكر بضرب وزني من 1 ل 1.5، لو انثى بضرب وزني في 0.8 ل 1 طبعا عشان اطلع جرامات البروتين اللي انا عايزها بالوزن على طول من غير اللجوء لحساب السعرات. الطريقه الثانيه اللي هي ادفانسد شويه او طريقه نتعمق فيها شويه اللي هي اسم بتاع الدكتور فريدريك هابفيلد. الطريقه دي بنحسب اللين بودي ويت في النيد فاكتور. ايه اللي انت بتقوله بقى يا دكتور؟ هقول لحضرتك اللين بودي ويت ده يعني ايه. لين ماس يعني ايه؟ انا عايز ابقى لين، يعني عايز اشيل الفات. فاللين بودي ويت ان انا اشيل الفات او اشيل الدهون من وزني. بنعملها ازاي؟ لما بنروح نعمل ان بودي مش بيطلع لنا عضلات ودهون وميه والحاجات دي، بطرح الدهون من وزني التوتال كله، هيتبقى لي اللين بودي ويت، بضربه في حاجه النيد فاكتور. ايه النيد فاكتور دي يا دكتور؟ هقول لحضرتك النيد فاكتور، لو تفتكر حلقه حساب السعرات كل شخص بيبقى ليه النيد فاكتور بتاعته. يعني مثلا شخص ما بيتحركش، شخص سيدنتري هنضرب في 0.5، شخص جوجر بيتمشى بس او بيجري كده حاجه بسيطه على البحر كل يوم مثلا ولا حاجه 0.6، واحد بيتمرن 3 مرات في الاسبوع في 0.7، 0.8 لو شخص مودريت في الاكسرسايز بتاعته، 0.9 لو شخص هيفي ويت بيتمرن احمال تقيله. واحد ده لو هيفي ويت قوي 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 قوي. انا سمعت في ناس بتضرب في 4 وفي 5 يا جماعه، لا مش بكتره، عشان كتر البروتين هيتحول بعد كده لدهون وهيأثر بعد كده معانا لا قدر الله على الكلى. فلازم ناخد البروتين بتاعنا على حسب الحسبه بتاعتها وكمان نديله الميه بتاعته الضروريه ليه. بس يا سيدي انا باخد بقى اللين بودي ويت اللي هو وزني بدون فاس، اضربه في النيت فاكتور هيطلع لي على طول جرامات البروتين. يلا نعمل تجربه عملي. زي مثلا حد وزنه 100 كيلو والفاتس اللي فيه او الدهون اللي فيه 20 كيلو، هيتبقى 80. ال 80 دول اضربهم لو ذكر اضربهم مثلا زي في نص 80 كيلو في نص، يبقى الراجل ده هياكل 40 جرام بروتين. اتفقنا على كده؟ دي طريقه الحساب بسيطه جدا لو حضرتك عايز تحسب. بس الاول بتعمل حاجه اسمها ان بودي. بيتعمل فين الان بودي؟ في اي مركز تغذيه او اي صيدليه بيعمل لك الان بودي. ودور على المكان اللي هو الناس بتشكر فيه او اللي هو بيبقى اكيرت شويه، عشان الاجهزه كتيره والاجهزه يعني في اجهزه انا بقلق منها بصراحه، بس في اماكن اسال عليها كويس ان هي فيها اجهزه كويسه، اعمل فيها الان بودي ده وطلع على طول اللين بودي ويت بتاعك. عايز تشتغل بالطريقه البلدي القديمه مفيش مشاكل، عايز تشتغل بالطريقه الاولانيه او الطريقه البلدي السهله مفيش مشاكل كبدايه، بعد كده لما تعوز تتعمق في الموضوع اكتر لا اشتغل بالطريقه الادفانسد احسن لك بكتير. طيب المفروض اقصى نيد فاكتور اضرب فيه، يعني اقصى نيد فاكتور اضرب فيه عشان اطلع جرامات، اقصى حاجه ممكن اضرب فيها رقم 2. بالله عليك ما تزود عن رقم 2 عشان هتلاقي بعد كده الكلى بتاعتك بتتاثر، كل ده بيتحول بعد كده الفاتس. دي حاجه. طيب اخر هنت كده بس هتكلم فيه امتى نستخدم الطريقه البلدي السهله دي اللي هو بنضرب على طول في الوزن في التوتال الوزن على طول،
نستخدمها لما يكون الوزن ما فيهوش فاتس قوي، يعني شخص ما عندهوش دهون كتير اوريدي، فما مش مستاهله ان انا اطرح الوزن اشيل منه كميه الدهون اللي عنده اللي هي اوريدي ما فيش، واروح بعد كده احسب اللين بادي ويت والكلام ده. لا، على طول اضرب في استخدم الطريقه البلدي السهله. بشكركم جدا، اتمنى تكون الحلقه بتاعت ازاي تعمل دايت لنفسك فادتك، وتكون هديه حلوه كده ان شاء الله كل واحد يوصل اللي هو عايزه. ما تنسوش تتابعوني على الانستجرام والفيسبوك ويوتيوب طبعا، وعلى التيك توك استغفر الله العظيم. شكرا.